الوقت اللي كنت كندير الدراسة ديالي في لو ان سي جي كان عندي ديك ساعات ميول للسياحة بفعل لي ستاج اللي كنت درت، دونك درتهم في بزاف ديال الفنادق. منين خديت الماستر ديالي قررت انني نزيد نتعمق في هذا المجال ديال السياحة، ومشيت لانجلتير درت ان دوزيام ماستر في لونيفرسيتي ديال اوكسفورد بروكس. من بعد هادشي مكنني انني نزيد نعرف اكثر على السياحه. من بعد ما ساليت الدراسه ديالي في انجلترا قررت انني ندخل المغرب، وباش نساهم حتى انا في الاقتصاد ديال المغرب قررنا باش اننا نحلوا هذا الفندق اللي هو عباره عن ابارت اوتيل. دونك هو بحال فندق ولكن اوت لي شامبر كاينين دي ابارتمون. هادشي كان باش نجاوبوا على واحد لو بيزوان اللي بالنسبه لي فامي اللي ولاو تيقلبوا دو بلوز ان بلوس على لي ابارتمون، واني تيبغيو حتى لو سيرفيس اوتولي. دونك كانت هادي هي الفكره منين جاتنا. من مورا الجائحة ديال كورونا اللي وقعت منين حنا درنا لوفيرتور ديال لوتيل بفقط شهرين، اضطرينا اننا نسدو وبقينا سادين تقريبا من مارس حتى تقريبا الى كالكو موا. الحل اللي لقينا هو قلنا علاش ما نجيبوش عاوتاني ان برودوي اللي يجاوب على لو بيزوان اللي كاين في لو مارشي اللي هو لا ليفريزون. دونك ما كانوش بزاف ديال لي ريستورون اللي تيديروا لا ليفريزون، وحتى لي ريستورون اللي كيديروا لا ليفريزون ما كانوش دايرين بزاف التدابير اللي هي وقائيه. حنا فكرنا باش اننا نديرو دي بوكس اللي هما مسدودين بسكوتش، دونك لو كليون منين تي كوموندي تيعرف انه الماكله من لا كويزين حتى وصلت لعندو ما قاسها حتى شي واحد، باش الناس كيرتاحوا بالفعل ديال هاد الجائحه اللي هي ردات بزاف ديال الناس شويه عندهم بزاف التساؤلات بالنسبه للهيجين ديال لي برودوي اللي كيكومونديوهم. كيف ما قلت لكم حنا بدينا بواحد الخدمه ديال التوصيل ديال بنتو بوكس، هي كانت الاولانيه. كانوا بالنسبه للتدابير اللي كنا كناخذوا انه البوكس كيتسد من لا كويزين من عند الشيف حتى كيوصل عند لو كليون. بالنسبه لليفرار كنا كنعقموا لهم لي بوكس اللي كيديو فيهم لي ليفريزون، كانوا كيتعقموا في كل مره غيمشيو وفي كل مره غيجيو. اي ناتورالمون قبل ما نبداو هادشي كامل كان لو بيرسونيل كامل داروا لي تيست ديالهم، واي واحد كان كيبين شويه ديال لي سيمبتوم واخا ما عندهمش علاقه كبيره كان كيتوقف حتى انه كيدير لو تيست ديالو عاوتاني وكيعاود يرجع. هاد الاسبوع درنا لوفيرتور ديال لوتيل، دونك عاودنا لي تيست بالنسبه للبيرسونيل اللي تزاد عندنا. اي بالنسبه للتدابير الوقائيه هو انه لا فام دو شامبر كتكون هي راسها اللي كتدخل لا شامبر، ما كاين حتى شي واحد من غيرها، كدير التعقيم كدير لي ميناج ديالها وكتخرج، ومن بعد كدير واحد اللاصق باش انه حتى واحد ما كيدخل حتى كيعاود يدخل لو كليون. دونك كان هادو من ما بين التدابير اللي درناها باش اننا نحاولوا نحميو لو كليون اللي كيجي عندنا، باش نحاولوا نحميو حتى العملاء اللي كاينين عندنا. وحاجه اخرى هو انه تو سكي بابي ما بقاش في لي ابارتمون، دونك تحيد باش ما كيكونش داك لو كونتاكت واحد كيقيسو وكيعاود يقيسو واحد اخر. دونك هادو كانوا ما بين التدابير اللي حاولنا نديروهم باش اننا نتعايشوا مع كورونا. من هاد المنبر ديال لا فيزيت ديال انفاس بريس اللي جاو عندنا وكنشكروهم بزاف، كندعو جميع المغاربه انهم يعاودوا يردوا الثقه ديالهم في السياحه ديال المغرب ويجيو لمراكش، مدينه اللي هي ديال البهجه اللي هي محتاجه بزاف المساعده ديالكم باش ترد الاقتصاد ديالها.